النهر الأشهر في ديالا يتحول إلى مكب للنفايات ومصدر للأمراض المعدية. الحديث هنا عن نهر خريسان، أحد أهم مصادر المياه في ديالا بعد بحيرة حمرين، فهو معني بتأمين مياه الشرب لأكثر من 200,000 نسمة من سكان ديالا. نهر خريسان يشق طريقه من مدينة بعقوبة وصولا إلى ناحية بهرز، ويمر من مجراه المائي محملا بالنفايات والأمراض الانتقالية، ما أدى إلى انتشار تلك الأمراض وتلف المحاصيل الزراعية التي تعتمد على مياه هذا النهر. كما تشاهد هذه الأوساخ والنفايات تجي يعني من الأنهر الباقية ومن يعني اللي يذبون النفايات، وهذا سبب أن كل أمراض وأوبئة أكثر. يعني هذا مية نهر خريسان تتغذى منه البساتين، يعني حتى المحاصيل مال البساتين يعني تلفت بسبب هذا التلوث. سكان بهرز يستغربون من مدى الإهمال الحكومي لنهر خريسان، حيث يؤكد السكان أن آخر عملية تنظيف للنهر تمت قبل نحو 3 سنوات. هذا الخريسان يعني حتى العالم تشرب منه، يعني تكرم به حتى فطايس بي ما يصير. حتى الله احنا مو بشر، يعني احنا يعني شنو، احنا اذا مو بشر قولوا لنا. احنا نريد ادامه هذا النهر، الحكومه تندار على هذا النهر، تشوفه يجونا يشوفون مسؤولين. ويهدد التلوث المتزايد لمياه خريسان الشحيحه اصلا حياه الاطفال وكبار السن على السواء. يعني حال مرض الجال، يعني الصنده تجي مال اسالب بيها طحالب ماي اخضر زين، والجاله والدول الطبيب ويقول لك بيرمل وبيحصل السكر، والرجال هنا يمنا بيحصل ورمل ليس من وراء المي هذا. وعلى الرغم من شح مياه نهر خريسان بسبب ندرة الإطلاقات المائية له، إلا أنه يصل إلى المنازل في أسوأ حالاته. من يجينا المي الإسالة كل يمكن 15 يوم، كل 10 أيام يلا يوصلنا، وهاي المنطقة السالة طبوا كلها شاهدة، وعدة نوبات همنا رحنا اشتكينا بالمدى يوصلنا مي، ومن يجي همنا بيتكرم ريحة يعني زفر بريحة يعني ما طيبة، بس دول يجي مي سيان. نهر خريسان ليس المسطح المائي الوحيد الذي يعاني من التلوث، فالحال هو نفسه بالنسبة لباقي الأنهر في العراق بسبب قلة الإطلاقات المائية وقطع عشرات الأنهر الرافدة من قبل إيران. والأهم من ذلك كله فساد حكومي بلغ أوجه وفقا لسكان دياله.